بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوانا الأعزاء، إن شاء الله اليوم راح نبدأ بمحاضرة المحاضرة الرابعة، وهي محاضرة الأورتيك ريجورجيتيشن، ارتجاع الصمام الأبهري. تمام، احنا بالمحاضرة الثالثة شرحنا الأورتيك ستينوسيس، بالمحاضرة الأولى شرحنا مايترال ستينوسيس، بالمحاضرة الثانية شرحنا المايترال ريجورجيتيشن، وهسه عندنا الأورتيك ريجورجيتيشن بالمحاضرة الرابعة. فنبدأ على بركة الله. طبعا مثل ما نعرف انه الأورتيك فالف بثلاث ليفلتس، اللي هي ثلاث كاسبس. تمام، ثلاثة كاسبس مثل ما تشوفون، هاي كاسب 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 ثلاثة. تمام، طبعا هو شقد المساحة السطحية مع ثلاثة الى اربعة سنتيمتر مربع. اذا اقل من واحد عفوا اذا اقل من واحد سنتيمتر مربع فهذا بيستينوسيس. تمام، فعندنا هنا انه يقول لك الفالف اوبننج ديورينج سيستول، يعني اثناء السيستول. السيستول مثل ما نعرف هو الضخ، انقباض عضلة القلب، فمن تنقبض ينفتح هذا opening اثناء السيستول to allow the blood to pass from the left ventricle، على مود يعبر الدم من left ventricle الى الاورتا، and close during diastole. الدايستول هو راحة القلب، يعني هذا راح ينفتح عند الصمام الميترالي والصمام الثلاثي الشرفات الترايكاسبيد. تمام، راح ينفتح عندي اثناء الدايستول، ماشي، to prevent the blood return back from the aorta to the left ventricle، على مود يمنع لي رجوع الدم من الاورتا الى الليفت فنتركل، لانه هو راح ينغلق. تمام، الاورتيك فالف راح ينغلق، فعلى مود يمنع رجوع الدم من الاورتا الى الليفت فنتركل. تمام، فهو راح يمنع رجوع الدم من الاورتا، تمام، الى الليفت فنتركل. زين، بالنسبه عندنا الاورتيك ريجورجيتيشن، الاورتيك ريجورجيتيشن نبدأ بالأسباب ماله، عندنا أكيوت وعندنا كرونيك، راح أذكرها بعد راح ننتقل للسلايد اللي بيه الكاوزس الأسباب. عندي أكيوت وعندي كرونيك. تمام، الأكيوت الأكيوت عندي خلينا نيجي لأسباب الأكيوت، هي مثل ما حكينا قلت لك الأكيوت وبي كرونيك. تمام، فنجي لأسباب الأكيوت. أولا بالنسبة للأكيوت عندي أولا أورتيك دايسكشن، تمام، ثانيا عندي رابتشر ساينس اوف ذا فالف انيورزم، ثالثا عندي انفكتيف اندوكاردايتس. هاي كملنا الاكيوت، نجي للكرونيك. عندي الكرونيك سيفير هايبرتنشن، ريوماتيك فيفر، كونجينيتال، عندي بايكاسبيد اورتيك فالف، ديسبروبورشنيت كاسبس، اوستيوجينيسيس امبرفيكتا. نجي للسبب الرابع على وهو الاورتيك دايليتيشن. سبب الاورتيك دايليتيشن عندي مثلا سيفلس، مارفان سيندروم، ريماتويد أرثرايتس. خلينا نجي للسبب، هذا هو. طبعا هذا شرحناه بمحاضرة، وأنا أنصح كل طالب جاي يشاهد هذا المحاضرة الأورتيك ريجورجيتيشن قبل لا يدخل هاي المحاضرة، أو قبل لا يدخل لأي محاضرة أساسية، المحاضرة قبل لا يدخل للمحاضرة المايترال ستينوسيس، مايترال ريجورجيتيشن، أورتيك ستينوسيس، أورتيك ريجورجيتيشن، والمايترال فالف برولابس، يروح يحضر لي شنو؟ يروح يحضر لي محاضرة أنا مسجلها بالقناة بعنوان البيسك انفورميشن اباوت فالفيولار هارت ديزيز. فأنا هسه مثل ما ذكرت لك، هاي المحاضرة بها مقدمة كلش قوية عن هذه المحاضرات، لأن هذه لازم يكون عندك بيسك قوي. فأنت كطالب يعني جمعت لك إياهن آني، تمام، بمحاضرة واحدة، أنت تقوي البيسك مالك، تقوي معلوماتك الأساسية بهذه المواضيع، وتدخل لهذه المحاضرات وأنت مسيطر على الوضعية كلها، أنت مسيطر على الوضعية كلها. تمام، فهسه مثل ما قلت لك أنه عندنا بالأورتيك ريجورجيتيشن قلت لكم الأسباب، ألا وهي أولا عندي أورتيك دايسكشن، رابتشر ساينس أوف ذا فالف أنيوريزم، وإنفكتيف إندوكاردايتس. أما بالنسبة للكرونيك فهي عندي
سيفير هايبرتنشن، ريوماتيك فيفر، كونجينيتال اللي هي عندي بايكاسبيد اورتيك فالف ديسبروبورشنيت كاسبس، و اوستيوجينيسيس امبرفكتا. اوستيوجينيسيس امبرفكتا، تمام، اوستيوجينيسيس امبرفكتا. والسبب الرابع والاخير الا وهو اورتيك دايليتيشن. اورتيك دايليتيشن، اورتيك دايليتيشن، اورتيك دايليتيشن الا وهي السيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس. كذلك ايضا عندي هنا انه يقول لك نوبات انه مثلا يصير الخلل بالاورتيك فالف بسبب الاورتيك رود ديزيزز. والاورتيك رود ديزيزز هي هذه، هي مهمه جدا، دائما تجي ام اس كيوات، وهي سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، بوندال ارثرايتس، وهايبرتنشن وتروما. تمام، ماشي. ومثل ما قلت لك انه عندنا هنا اهم شيء عندي الكونجينيتال، ومثل ما ذكرت لك انه هو باكاسبيد اورتيك فالف ديسبروبورشنيت كاسبس واوستيوجينيسيس امبرفكتا. اما بالنسبه للاورتيك دايليتيشن وتوسع بالابهر، اورتيك دايليتيشن، سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، اورتيك دايليتيشن، سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس. زين، مثل ما ذكرت لك هنا اورتيك رود ديزيزز عندي سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، بوندال ارثرايتس، وهايبرتنشن وتروما. هايبرتنشن وتروما. زين، ذكرت لك هنا انه عنده اكيوت وكرونيك. May result from either disease of the valve cuspis, dilatation of the aortic root، مثل ما ذكرت لك، مما انه مرض بالفالف نفسه، او dilatation of the aortic root disease. وذكرت لك انه هذه الاكيوت والكرونيك والاورتيك رود ديزيزز. تمام، وذكرت لك اهم شيء هذا عند الاورتيك دايليتيشن والسيفلس مارفان سيندروم روماتويد ارثرايتس. سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، والاورتيك رود ديزيز ذكرت لك انه عندي ايضا هي نفس الاسباب، سيفلس، مارفان سيندروم، روماتويد ارثرايتس، بوندال ارثرايتس، وهايبرتنشن وتروما. هايبرتنشن وتروما. تمام، زين، طبعا هذا هو الربتشر ساينس اوف ذا فالزالفا انيوريزم لما ذكرت لك اياها بالاكيوت. هذا يصير بيه ربتشر، هذا يصير بي ربتشر فيرجع لي دم. تمام، من من الاورتا الى الليفت فنتريكل. زين، هنا نجي للباثوفيسيولوجي. يقول لك ايضا الاورتيك ريجورجيتيشن مثل ما ذكرت لك بالمقدمه له هو ثلاث اسماء. اورتيك ريجورجيتيشن هذا الاسم الاول. الاسم الثاني اورتيك انسوفيشنسي، ممكن انت تقراها في احد المصادر او في احد الملازم، انسوفيشنسي. تمام، وايضا عندي incompetent. يعني الاورتيك فالف يصير incompetent، تمام، يعني غير كفو. تمام، يعني نفس الريجورجيتيشن. تمام طلاب، فاذا عندنا incompetent هي نفسها insufficiency، وكذلك ايضا عندنا regurgitation. يقول لك كمية من الدم ترجع من في الليفت فنتركل اثناء الدايستول، وهذا الشيء ما يعني ما يصير، فتسبب ليفت فوليوم اوفرلود، فهذا يؤدي الى dilatation وهايبرتروفي with increase in the left ventricle in diastolic volume. يعني راح يزيد حجم الدم داخل، يزيد حجم الدم هذا عند الليفت فنتركل. تمام، هذا عند الليفت اتريوم راح يرجع دم منه. تمام، يرجع دم منه، ومن هنا جاي يدخل، من هنا جاي يدخل دم. على سبيل المثال من هنا جاي يدخل 500، تمام، ومن هنا جاي يرجع 100. تمام، فهذه راح تصير 600، يساوي 600. هذا 600 تنضخ، تنضخ 500 منها، وش قد يظل؟ ينضخ 500 منها ويرجع 100، وهذه تصير نفس الحالة، تصير 700، وهكذا إلى أن يصير ضغط حيل قوي على الليفت فنتريك، فبالتالي يؤدي إلى دايلاتيشن بالبداية. وذكرت لك أنه الدايلاتيشن شنو هو؟ الدايلاتيشن شنو هو؟ الدايلاتيشن ذكرت لك إياها بالبداية اللي هي عندي increase volume of blood. increase volume of blood يؤدي إلى dilatation. increase pressure يؤدي إلى hypertrophy. تمام، يعني شنو؟ يعني هسه هذا عندي volume، هذه قاعدة of blood، هذا dilatation.
increase pressure داخل أي حجرة من حجرات القلب فيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى hypertrophy، لأن الجسم أو عفواً الليفت فنتركل يحاول أن يقاوم هذا الضغط العالي فيصير به hypertrophy. تمام؟ فيقول لك أنه يقول لك أنه بالبداية أنه هناك زيادة في stroke volume، يعني كمية الدم الطالعة المتجمعة اللي راح تطلع، وزيادة الكارديك أوتبوت، فيؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى left ventricle dilatation، مثل ما أنا جاهز أذكر لك إياه، يعني إنه زيادة volume of blood يؤدي إلى left ventricle dilatation. Dilatation of the left ventricle راح يؤدي إلى deterioration in the function of the left ventricle، يعني تدهور في ماذا؟ في وظيفة left ventricle. تدهور في ماذا؟ في وظيفة الليفت فنتركل، إلى راح يصير عليه حمل زايد، فراح وظيفته ما راح يؤديها بصورة صحيحة، ومن ثم يؤدي إلى ليفت فنتركل فيلر، يعني بالنهاية أنه راح يصير عنده ليفت فنتركل فيلر، فشل في المضخة اليسار، راح يصير عنده ليفت فنتركل فيلر. ماشي؟ زين، نجي للكلينيكال فيتشرز. الكلينيكال فيتشرز نوبات يقول لك انه بالكرونيك ريجورجيتيشن بيشنتس ريمين اسيمبتوم فورم الايس، يعني بالبدايه هو يبقى ما بي عنده اعراض، بس لما تصير عنده اعراض يتدور بشكل سريع. المهم، فالمريض انه قد يشتكي من يحس بالنبضات على جهته اليسار، يحس بالنبضات ماله لما يتبدا او ينقلب الى جهته اليسار راح يحس بالنبضات، يسمونها awareness of the heartbeat. Particle lying on the left side، يعني من يندار على الجهة اليسار، results increase the stroke volume، يصير حمل زايد على القلب. Symptoms of the heart failure، fatigue، shortness of breath، paroxysmal nocturnal dizziness، يعني يختنق بالليل، ليجيديما، occurring the advanced stage، يعني في المراحل المتقدمة هذه كلها راح تحصل. تمام؟ Symptoms of the underlying cause، a chest pain، راح يكون عنده ألم بالأورتيك dissection. تمام؟ يكون عنده ألم قوي بالصدر، يقول لك دكتور عندي ما ألم ما ينجرع، يعني ألم حرقة. تمام؟ زين، aortic dissection. إذا عنده infective endocarditis راح يكون ويا هذا السخون راح يكون عنده fever مسخن، تمام؟ اللي هي نتيجة infective endocarditis، وهي على الأغلب staphylococcus aureus، يعني هي أغلب شيء هي اللي تكون infective endocarditis، يعني فندقق بالموضوع نسوي culture وإلى آخره، فنشوف شنو البكتيريا مسببة infective endocarditis، ممكن هي تكون مسببة للأورتيك regurgitation، وهذا من نوع الأكيوت مثل ما اتفقنا. كذلك أيضا عندنا inguinal pain. ليش انجانال بين؟ لأنه راح تضخم العضلة، فمن تضخم العضلة تحتاج دم كثير، فهذا الارتري هو أصلا الارتري صغير راح يبقى، يعني تخيل أنه أسعاني مثلا عندي قطعة أرض مثلا، بس أريد فهمك وصل لك الفكرة مع هذا انجانال بين. أنت عندك قطعة أرض هيج، تجيب لها هذه قطعة أرض مثلا نقول 100 متر، تمام؟ 100 متر، إيش قد يكفيها؟ يكفيها مثلا صهريج ماء، مثلا شنو؟ تنكر ماء، تنكر ماء عدد واحد، تمام؟ هذا 100 متر رحت أنت وسعتها، سويت بيها توسعة، سويتها 1000، تمام؟ 1000 متر، بس هذا خليته تنكر ماء واحد، تنكر ماء واحد، فهذا ما راح يكفيها، راح يصير نقص عندك، نقص هنا، نقص بالماء، فبالتالي هنا نفس الحالة، العضلة أيضا كبرت والكوروني أرتري بقى صغير، فبالتالي راح يصير بها تؤدي إلى إسكيميا بالبداية، ثم إنفاركشن، ثم هارت فيلر، ثم ماذا؟ ثم هارت فيلر. تمام؟ زين، هسا راح نجي ندخل بالجزء المهم وهو أيضا الساينس. تمام؟ زين، تمام طلاب، فإذا عندنا سين راح نبدأ وياكم بالساينس. ساينس مع الأورتيك ريجورجيتيشن، أول شغلة راح يكون عندنا لارج فوليوم، ليش؟ أو يسمونها كولابسينج باز. ليش طلاب لارج فوليوم؟ لأن الدم الطالع من القلب راح يكون هاي كاردييك أوتبوت، تمام؟ دم كثير، فبالتالي فوليوم كثير، لارج فوليوم أو كولابسينج باز، هذه بالسريري أكيد سمعانين بيها. تمام؟ زين، increase pulse pressure. increase pulse pressure يعني زيادة الضغط،
تمام؟ ضغط الدم زايد عنده. ليش؟ لأنه عنده كمية دم خارجة من القلب كثيرة، فبالتالي الدم يكون عاد يكون ضغط عالي. عفوا. البوندينج بيريفيرال بوسس أيضا يحصل بسبب زيادة الضغط. زين، نجي عندنا لحالة يسمونها كوينكساين. كوينكساين اللي تعريفها كابيلاري بولسيشن ذا نيل بيتس. هذا شوف، هذا يخلي عندي هذا ضو موبايل، هذا موبايل، فلما نيجي يخلي الضوء تحت اصبع المريض راح يشوف انه عنده كابيلاري بولسيشن ذا نيل بيتس. هاي يسمونها كوينكساين، كابيلاري بولسيشن ذا نيل بيتس هاي يسمونها كوينكساين. تمام، هاي مهمه جدا. زين، عندنا الثانيه اللي يسمونها فيمورال بروت او بيستول شوت او ديوريزي ساين، او ايضا اسمها اخر اسمها تروب ساين. تمام. طبعا هذه شنو؟ هذه طلاب بروت هي مرمر، هي بروت هي مرمر، اتفقنا عليها بالمقدمه. شنو هي البروت؟ هي مرمر نفسها، لكن هذا يكون خارج حجرات القلب. عندنا كاردي بروت وعندنا فيمورال بروت. تمام. زين، يعني تجيب الاستيثوسكوب، تمام، تجيب السماعه وتخليها على الفيمورال ارتري. تمام، خليها على الفيمورال ارتري، فراح تسمع عندها الفيمورال بروت، او يسمونها بيستول شوت، او يسمونها ديوريزي ساين، او يسمونها تروب ساين. تمام، فيمورال بروت، بيستول شوت، ديوريزي ساين، تروب ساين. تمام، هي نفسها لها اربعه اسماء. زين، عندي هيد نودينج وذ بولس. هيد نودينج وذ بولس اللي هي ديموسيت ساين. ديموسيت ساين يعني هذا المريض تشوف تحس راسه انه يتحرك يمين يسار يمين يسار يمين يسار، يعني هو ما يحركه بس لا إرادي، نتيجة البلس القوي هيك يعني يتحرك راسه. تمام، إذا تنتبه عليه وتركز راح تشوف أنه عنده هيد نودينج وذ بلس. هيد نودينج وذ بلس ويا البلس يعني ويا النبض، راح تشوف أنه يتحرك نتيجة الضخ، يعني ضربة قوية بالضربة القوي مال القلب، ضخ دم كميات كبيرة من الدم، فبالتالي هذا يؤدي إلى بريشر قوي، بلس قوي، فبالتالي يؤدي إلى هيد نودينج وذ بلس اللي يسمونها دي موسيت ساين. هيد نودينج وذ بلس دي موسيت ساين. زين، عندي مصل نوك. هذا لما تخلي ايدك على اي عضله في الجسم راح تحس اكو شيء يضرب جواها، كانما اكو شيء جاي يضرب جواها، نتيجه البلس القوي يسمونها مصل نوك. تمام، بالاضافه ايضا عندي اللي هي كوريجن ساين. كوريجن ساين شنو هذا الكوريجن ساين؟ اللي هي عندي فيزيبل كاراتيد بولسيشن. فيزيبل كاراتيد بولسيشن. تمام، كوريجن ساين فيزيبل كاراتيد بولسيشن. شوف هذا عند الكاراتيد ارتري. تمام، شوف شلون بولز عنده، راح انت يبين يعني النبض ماله يبين، لما تجي على المريض تشوف انه الكاراتيد ارتري يضرب. تمام، صفحه كوريجن ساين يسمونها فيزيبل كاراتيد بولسيشن. فيزيبل كاراتيد بولسيشن كوريجن ساين. تمام، فاذا عندنا الكوريجن ساين اللي هي فيزيبل كاراتيد بولسيشن، كوريجن ساين فيزيبل كاراتيد بولسيشن. تمام، زين، التروب ساين هي مثل ما ذكرت لك، هي فيمورال بروت، بيستول شوت، ديوريز ساين، التروب ساين هي نفسها. تمام، جيب الستيثوسكوب تخليها على الفيمورال، راح تسمع هي نفسها اللي يسمونها، ناس تسميها فيمورال بروت، بيستول شوت، ديوريز ساين، تروب ساين. تمام، زين، بعد عندي ساينات اخرى اللي هي اوذر ساينس مثل ديسبلايست. هذا بالنسبه بالاورتيك ريجورجيتيشن، انه عندنا هذه ملاحظه مهمه جدا ايضا، الاورتيك ستينوسيس التضخم يكون للداخل، فبالتالي الابكس بيت راح تبقى مكانها، بينما عندي بالاورتيك ريجورجيتيشن لا، الابكس بيت ديسبلايست لاترالي. ليش؟ لان التضخم يكون للخارج. تمام، ومثل ما قلت لكم اهم ساين عندنا اللي يسمونها فيمورال بروت، فيمورال بروت، بيستول شوت، ديوريز ساين، تروب ساين. تمام، تروب ساين مثل ما ذكرت لكم وهي اهم ساين، فاحفظوها وياي، اللي هي فيمورال بروت، بيستول شوت، ديوريز ساين، تروب ساين. تمام، زين هنا ايضا راح نشوف عندنا شنو، عندنا راح نشوف كريبيتيشنز، لانه راح يصير تجمع بالمناري فينوس كونجستشن، راح يصير تجمع للدم في الرئه، فبالتالي تجمع السوائل في الرئه، فبالتالي راح يؤدي الى كريبيتيشنز، وهو صوت يشبه صوت النارجيله. تمام، زين، بالاسكولتيشن فيرست هارت ساوند نورمال. تمام، ماشي، سكند هارت ساوند يكون نورمال اور لاودر اذا كان عندنا بالاورتيك روت ديزيزز.
aortic root disease. لكن إذا بالفالف انتبه، إذا بالفالف فلا والله راح يكون soft، تمام؟ راح يكون soft or absent أو ما موجود إذا كان الخلل بالفالف نفسه، تمام؟ aortic valve pathology. S3 شنو هو تعريف الـ S3؟ S3 هو عندي rapid filling ventricle، rapid filling ventricle أو floppy myocardial، تمام؟ والrapid filling ventricle يعني الدم جايين مليء، البطين الأيسر جايين مليء دم بسرعة، أو floppy myocardial. شنو floppy myocardial طلاب؟ الفلوبي myocardial أخوان يعني معناها إنه الليفت ventricle يعني ضعفة القوة مالته، التون مالته، التون الشد والقوة مالته ضعفت، تمام؟ فهيك بين مرتخي ما جاي يضخ دم بقوة يعني، تمام؟ مرتخي يسمونه فلوبي مايوكارديال. زين زين، هنا عندي مثل ما ذكرت لك انه ما بين الاورتيك ستينوس واورتيك ريجورجيتيشن البولس راح يكون عندنا لو هنا لا والله عالي. هنا عندي الاورتيك اريا سيستوليك اتريال، تمام؟ والابكس عندي نو ديسبليس، يعني ديسبليس، تمام؟ ساوند ايجكشن كليك سوفت A2 S4، كذلك عندنا هنا ايرلي دايستوليك مرمر، هنا المرمر عندنا ايجكشن راديشن تو ذا كاروتيد، تمام؟ او بالاورتيك ستينوس راح يكون عندنا سيستوليك ايجكشن مرمر، هنا راح يكون عندنا ايرلي دايستوليك مرمر، هنا سيستوليك ايجكشن مرمر، سيستوليك ايجكشن مرمر، وهنا عندنا ايرلي دايستوليك مرمر، تمام؟ عندي بالاسكولتيشن ايضا راح مثل ما ذكرت لك انه عندي السيستوليك ايجكشن مرمر سيميلر تو ذا اورتيك ستينوس مي بي اودبل، المرمر اوف ذا اورتيك ايرلي دايستوليك مرمر مثل ما ذكرت، دوريشن اوف ذا مرمر ان دايستوليك كورليتس وذ ذا سيفيريتي اوف ذا اورتيك ريجورجيتيشن. وأرد أرجعك على فد مسألة معينة قبل لا ندخل على investigations. عندي أهم ساين اللي هي عندي femoral broods بستور شوت during the sign trope sign. femoral brood بستور شوت during the sign وtrope sign هي هاي نفسها، تمام؟ ندخل هنا أيضا عندنا investigations بعدها مثل ما نعرف investigations احنا حافظينها احفظها وياي. عندي chest x-ray ECG، تمام؟ echocardiography وهو gold standard و cardiac catheterization. فعندنا investigation عند chest x-ray نشوف dilatation of the ascending إذا عدنا، pulmonary congestion إذا عدنا، ال ECG نشوف بي left ventricle hypertrophy إذا عدنا عن طريق T wave inversion. بالإضافة لأن ال echocardiography diagnosis of the aortic regurgitation estimate the severity، نقدر بي severity شدة الأورتيك regurgitation هل واصل إلى mild moderate severe وإلى آخره، لأن يعني هو هذا gold standard يعني هذا يشخصنا كامل يعني نقدر نعتمد بس عليه. لكن الأفضل أن نأخذ chest x-ray و ECG ثم echocardiography ثم cardiac catheterizations إذا قررنا نسوي له عملية، تمام؟ اذا قررنا نسوي له عمليه نسوي ناخذ كارديو كاثيترايزيشنز على مود نشوف اذا عنده كوروني ارتري ديزيز حتى نسوي له، احنا فاتحين القلب فاتحينه فحتى نسوي له عمليه ونعالج له الكوروني ارتري ديزيز، تمام؟ زين، فيقول لك هنا ايضا نقدر نشوف فيها السيفيريتي، نحدد الديلاتيشن اوف ذا اورتا، واهم شيء اللي هي بريسنس اوف ذا كوروني ارتري ديزيز اذا عنده. زين، كذلك ايضا عند الام ار اي نشوف اذا عندنا الاورتيك دايلتيشن، اورتيك دايلتيشن يعني شنو aortic dilatation؟ توسع بالأبهر. إذا عندنا شوفوا بالام ار اي مثل ما هاي مثل ما جاي تشوفون الصورة، شوف شلون عنده توسع بالأبهر، شوف شلون متوسع. زين زين، عندي بالنسبة للعلاج، بالنسبة للعلاج زين، بالنسبة للعلاج طلاب عندنا إذا كان عنده، إذا كان ما عنده أعراض، تمام، ويكون عنده mild to moderate aortic regurgitation هذا نتابعه كل سنة إلى سنتين، تمام؟ نتابعه كل سنة follow كل سنة إلى سنتين، يسوي echocardiography يسوي ذن الفحوصات حتى نشوف هل أنه عنده progressive بال aortic regurgitation أو عنده stable، تمام؟ بالحالة مالته. إذا كان asymptomatic يعني ما عنده أعراض ويكون عنده severe aortic regurgitation فهذا كل ست أشهر، تمام؟ كل ست أشهر وما عنده أعراض، تمام؟ مور يعني مور طيبة بس عنده سيفير اورتيك ريجورجيتيشن، هذا كل ست اشهر نتابعه ونشوف حالته. زين، اما اذا عنده اعراض وعنده سيفير اورتيك ريجورجيتيشن فهذا بدله صمام مباشره مباشره، تمام؟
واذا كان عمره اكثر من 65 سنه older patients وبالاورتك فالف على الاغلب انه نخلي له بيولوجيكال فالف، لان هو البيولوجيكال فالف افضل بالاورتك بوزيشن. وكذلك ايضا عندنا بالolder patients older patients تمام older patients over 65 years تمام older patients over 65 years. فاذا اذا كان عنده اعراض وكان عنده سيفير وايضا عنده left ventricle dysfunction، فهذا يا صديقي انهم بدل له aortic valve replacement ويا aortic root replacement ايضا، يعني نبدل له aortic valve صمام ابهري ونبدل له الaortic root. يعني شلون هذا؟ شنو الaortic root؟ شوف عندي هذا على سبيل المثال، هذا عندي left ventricle تمام، وهذا عندي left atrium، هذا الابهر طالع منه، هذا يسمونه aortic root، هذا الجزء تمام اورتيك روت زين، هذا الجزء هذا اورتيك روت، هذا اورتيك روت، فنبدل له هذا الاورتيك روت لان ممكن يصير بي دايلتيشن هو سبب الاورتيك ريجورجيتيشن، فنبدل له اورتيك روت تمام ريبليسمنت، ونبدل له اورتيك فالف ريبليسمنت تمام. وكذلك ايضا نشوف اذا عنده كوروني ارتري ديزيز والى اخره ايضا نعالجها. فالاورتيك روت دايلتيشن تمام، اورتيك روت دايلتيشن يعني اذا عنده aortic root dilatation مثل ما ذكرت لك انه عنده توسع بي هذا، فنسوي له aortic root replacement تمام زين. ايضا عندي بالaortic regurgitation ان نعطي medical treatment علاجات اللي هي اذا عنده coronary heart failure نعطي له diuretics vasodilator angiotensin converting enzyme inhibitor inguinal chest pain نعطي nitrate، اذا كان عنده inguinal chest pain نعطي شنو؟ ننطي نايتريت. بيتا بلوكر طلاب، بيتا بلوكر شنو؟ ما ننطيها بيتا بلوكر، ما ننطيها لسبب معين. وظيفة البيتا بلوكر شنو؟ وظيفة البيتا بلوكر ريديوس هارت ريت، ريديوس اكسجين ديماند، ريديوس مايوكارديال كونتراكتيليتي. يلا وياي، ريديوس هارت ريت، ريديوس اكسجين ديماند، ريديوس مايوكارديال كونتراكتيليتي. احنا جاي يرجع عندنا، شوف بالاورتيك ريجورجيتيشن احنا الدم جاي يتجمع عندنا بالقلب، هذا الليف فينتريكل تمام، هذا الليف اتريوم، الدم جاي يرجع ويتجمع لي هنا، فهذا يحتاج ضخ قوي، يحتاج قوه قويه حتى يضخ هذا كميه الدم اللي جاي ترجع لي تمام. فانت ايش راح تنطي؟ راح تنطي بيتا بلوكر زين. اذا انطيته بيتا بلوكر، وظيفه البيتا بلوكر شنو وظيفتها؟ ريديوس هارت ريت، ريديوس اكسجين ديماند، ريديوس مايوكارديال كونتراكتيليتي. فانت راح تقلل المايوكارديال كونتراكتيليتي، فبالتالي راح تؤدي الى زياده الكميه. احنا نحتاج انت راح تزيد الطين بله. فلذلك انه يقول لك البيتا بلوكر ممنوع، بيتا بلوكر ممنوع بالاورتيك ريجورجيتيشن، وهذا ام اس كيو تمام زين. الانتي بايوتيك على حاجه ننطيها، ما يحتاج ننطيها طويل لانه ولا عنده اصابه بكتيريه تمام، الا اذا عنده افكتيف اندوكاردايتس فممكن ننطي انتي بايوتيك، لكن ما يحتاج ننطي انتي بايوتيك. كذلك اذا عنده سيستميك هايبرتنشن، اذا عنده ضغط لازم ننطي ايضا فازو دايليتر مثل عند النيفيتيبين تمام. فاخوان هسه ايش تنطي طلابنا الاعزاء؟ ايش تنطي هسه تنطي لوب دايرتكس مدرر زين. انطيته مدرر شنو يعني انطيته مدرر؟ خلاص ليش؟ لان عندي كونجستيف هارت فيلر على مود اخلص اكبر كميه من السوائل زين، فانطيه دايرتكس لوب دايرتكس. اللوب دايرتكس هي مثلا عندي فيوروسوماي زين، او مثلا عندي تورسومايد، او مثلا عندي بيوما تمام. فاذا عندي ذن المدررات اللي نقدر نستخدم مثلا فيوروسومايد، تورسومايد، بيوما تاني تمام زين. وكذلك ايضا عندي فازودايليتر، الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتر، للنايتريت هي معروفه للانجينال تمام، تخفف الالم. وبيتا بلوكر ما نقدر نطيها ذكرت لك السبب، لانه وظيفتها انه reduce heart rate، reduce oxygen demand، reduce myocardial contractility. فلما تيجي تقلل المايوكارديال كونتراكتيليتي انا احتاج قوه حتى اضخ، ما يحتاج اقلل المايوكارديال كونتراكتيليتي. فلذلك انا امنعها منعا باتا بالاورتيك ريجورجيتيشن البيتا بلوكر. كذلك ايضا انتي بايوتيك ما نعطيها الا على الحاجه، وكذلك سيستميك هايبرتنشن نعطي فازودايليتر مثلا عندي النيفيتيبين زين. بعدها راح ندخل بالبايكاسبيد اورتيك فالف، طلاب هسه راح ندخل بالبايكاسبيد اورتيك فالف. هنا طلاب بدينا هسه بالبايكاسبيد اورتيك فالف. طبعا البايكاسبيد اورتيك فالف طلاب انه
احنا متفقين انه الاورتك فالف يكون ثلاثي يعني هيج زين بهذا الشكل 1 2 3 ثلاث كاس بس ثلاث بوابات تمام. لكن الغريب ما بالامر انه سبحان الله في هذا المرض انه يجي بايكاسبيد اورتيك فالف مثل هذا يجي شوف، وهذا يؤدي الى شنو؟ يؤدي اما انه يؤدي الى سينوسيس او يؤدي الى ريجورجيتيشن تمام. زين كونجنتال بايكاسبيد اورتيك فالف طبعا هو 1 إلى 2% من سكان العالم، فاذا كميه يعني هم قليله زين. اكثر شيء يضرب الرجال بالمن وهو فاميليال اي دي انهيرتنس، فاميليال اي دي انهيرتنس يعني وراثي، وايضا هو انكومبليت بنترنس يعني ما يصيب كل يعني مثل هذا يزلم يعني مثل الرجل هسه مصاب تمام، مصاب هذا رجل مصاب تمام، مو كل اطفاله يصير بهم، هم اطفاله يصابون ايضا بالبايكاسبيد اورتيك فالف لكن مو كلهم، مو كلهم سبحان الله يعني مثل هم 4 يصاب واحد من عندهم او 2 هيك يعني بس مو كلهم يعني ماشي، يسمون incomplete penetrance زين. البايكاسبيد اورتيك فالف ديزيز اسوشيتد وذ بايكاسبيد اورتيك فالف ديزيز از اسوشيتد وذ اورتوباثي يعني اكو ناس يجي على الدنيا يعيش ويكمل عمره ويموت واحنا ما نعرف انه عنده بايكاسبيد اورتيك فالف، لكن اكو ناس يصير ويا البايكاسبيد اورتيك فالف مرض بالاورتا فاثنيناتهم يتكالبن على المريض، اثنيناتهم يتكالبن على المريض اللي هي بايكاسبيد اورتيك فالف والاورتوباثي، اثنيناتهم يتكالبن على المريض. فمثلا اولا دايلتيشن مثلا عند هنا او كواركيتيشن يعني تضيق بشوف هنا شلون تضيق بالابهر، تضيق بالابهر هنا يجي يصير بتضيق قوي حيل يسمونها كواركيتيشن اوف اورتا، او بيت اندكتس ارتيريوسس، بيت الدكتس ارتيريوسس هي بالكونجينيتال اخذناها يعني ايضا بمحاضرة الكونجينيتال المشروحة، وايضا عندنا بالتورنر سيندروم. فاذا عندي اولا دايلتيشن، ثانيا كواركيتيشن، ثالثا بيت الدكتس ارتيريوسس، ورابعا تورنر سيندروم. اذا انه البايكاسبيد اورتيك فالف اذا مريض مثلا عنده بايكاسبيد اورتيك فالف ممكن يعيش ويكمل حياته احنا ما ندري انه عنده بايكاسبيد اورتيك فالف، لكن اذا صار عنده اورتوباثي مثلا دايلتيشن كواركيتيشن بيت اندكتس ارتيريوسس تورنر سيندروم فهذا راح اثنيناتهم يتكالبن على المريض ويؤدي الى تدهور في حاله المريض والى اخره، فممكن يحتاج الى تبديل الصمام زين. نجي هنا للترايكاسبيد ستينوسيس تمام، والترايكاسبيد ريجورجيتيشن. ترايكاسبيد ستينوسيس عندي ريوماتيك فيفر كاسينوس سيندروم خلاص زين. ترايكاسبيد ريجورجيتيشن عندي برايمري سيكندري، البرايمري الخلل بالصمام نفسه، السكندري الخلل بوظيفة الصمام تمام، اكو فرق ما بين البرايمري والسكندري، البرايمري الخلل بالصمام نفسه، السكندري الخلل بوظيفة الصمام تمام. فالبرايمري مثلا عندي اولا ريوماتيك فيفر كارسينوس سيندروم انفكتيف اندوكاردايتس ابشتاين كونجينيتال انومالي زين. السكندري عندي مثلا رايت فينتريكل فيلر، رايت فينتريكل انفاكشن، و pulmonary hypertension. ويقول لك ايضا the most common cause of the tricuspid regurgitation is secondary to the right ventricular dilatation. Right ventricular dilatation. فاذا اخوان يلا نعيد اعاده سريعه، عندي بالنسبه لي التريكاسبيد ستينوسس، شنو اسباب التريكاسبيد ستينوسس؟ تضيق بالصمام ثلاث الشرفات وهو هذا التريكاسبيد ستينوسس، هذا هو تمام، لانه هو وين صاير لي التريكاسبيد ستينوسس يفصل لي ما بين الرايت اتريوم والرايت فنتركل. فشنو هي الاسباب مالته؟ عندي اولا ريوماتيك فيفر، ثانيا كاسينوس سيندروم خلاص اطبق لي على صفحه. تعالي على ترايكاسبيد ريجورجيتيشن، عندي برايمري وسكندري سببين، برايمري وسكندري، البرايمري خلل بالصمام نفسه زين. مثلا عندي السجن البرايمري خلل بالصمام نفسه، والسكندري الخلل بوظيفه الصمام. البرايمري شنو؟ مثلا عندي ريوماتيك فيفر كاسينوس سيندروم انفكتيف انتوكارديتس ابشتاين كونجينيتال انومالي، السكندري رايت فنتركولر فيلر، رايت فنتركولر انفاركشن، رايت فنتركولر فيلر، رايت فنتركولر انفاركشن، بالمناري هايبرتنشن تمام، بالمناري هايبرتنشن زين. The most common cause of the tricuspid regurgitation is secondary to right ventricular dilatation. Secondary to right ventricular dilatation. Right ventricular dilatation. زين. زين. نجي للتريكاسبيد ستينوسس مثل ما قلت لك، عندي شنو أسباب ماله؟
عندي روماتيك فيبروكاسيان سيندروم، يقول لك روماتيك فيبروكاسيان كومن كاوز، وايضا راح يؤدي الى لو كارديك اوتبوت. ليش؟ لانه هو ستينوسس، تضيق عندي، تمام؟ فالدم الداخل هنا قليل، شوف 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 قليل، دم داخل قليل، فالدم اللي رايح للرئه قليل، والدم اللي داخل لي للرايت راح يجي الدم من الرئه الى الليفت اتريوم ثم الى الليفت فنتركل، فالليفت فنتركل الدم قليل، فالدم طالع من الاورتا الى الجسم يسمونه كارديك اوتبوت، فهو لو راح يكون قليل. ليش؟ هسه قلت لك ليش، لان الدم اصلا هو داخل قليل القلب. ايضا فتيق، لان العضلات ما جاي يصلها دم. ابدومينال ديسكمفورت، لان الدم راح يرجع وين؟ يرجع لي على يجمع لي بالفين، فبالتالي يؤدي الى ابدومينال ديسكمفورت، يعني عدم الراحه لان تجمع السوائل هناك، فيؤدي الى السايتس، يؤدي الى هيباتوميغالي، ايضا تجمع الدم بالكبد فيؤدي الى هيباتوميغالي. ليس جوجلر فينس بريشر، لان مثل ما نعرف انه عندي انفيرير فينا كيبا وسوبرير فينا كيبا، سوبرير فينا كيبا وانفيرير فينا كيبا، تمام؟ فهذا الانفيرير فينا كيبا يرجع الدم جوا، سوبرير فينا كيبا يصعد للدم فوق ما يخليه يرجع، ما يخليه يدخل القلب، فبالتالي شو يؤدي ريس جوجلر فينس بريشر. ايضا عندنا بالنسبه للترايكاسبي ستينوسيس عندي ميد دايستوليك مرمر، تمام؟ ميد دايستوليك مرمر، زين. العلاج ماله شنو؟ يقول لك ميديكال، نقطع السولت ريستراكشن، نقطع الاملاء الملح بشكل كامل، نعطي دايريتكس، سيرجيكال تريتمنت اذا اقل من 2 سنتيمتر مربع، ف ندخله عمليه جراحيه، نستبدل له ممكن الصمام، ونخلي له صمام بيولوجيكال. هسه اقول لك ليش بيولوجيكال. المهم ان بيشنت هو ريكوايرد سيرجري اور ترايكاسبي فالف كان بي ايذر بي ريبليس تريت فالفوتومي بالون فالفوبلاستي، يعني مع انه نبدل له صمام فالفوتومي او بالون فالفوبلاستي، ندخل له بالون، تمام، ندخل له بالون يدخل هنا ثم ننفخه، هو جهاز يعني هذا عن طريق بالاختصاص، فمن ينفخه راح يسوي ستينوسيس، يعني يسمونه فالفوبلاستي، بالون فالفوبلاستي تجميل، زين. از يوز تو تريت وذ كاز ايزوليتد كاز، هذا نستخدمه في اذا كان عنده بس الترايكاسبي ستينوس، يعني ما عنده مرض اخر بس الترايكاسبي ستينوس، فما يحتاج نفتح قلب وكذا وعمليه كبرى ونعرض المريض للخطر العمليه الكبرى، فبالتالي ندخل له هذا الصمام، ندخل له هذه وننفخه، فبالتالي يؤدي الى يعني نفتح له التضيق، تمام، واموره طيبه ان شاء الله، زين. مثل ما ذكرت لك هنا عندي الاسباب، يعني هاي شرحناها هسه قبل شويه، مثل ما ذكرت لك انه عندي الترايكاسبيد ريجورجيتيشن، بس احنا كملنا ترايكاسبيد ستينوسيس، تمام، كملنا قضينا عليه، نجي للترايكاسبيد ريجورجيتيشن. الترايكاسبيد ريجورجيتيشن هو از كومن ريسورس رايت فينتريكولار دايليتيشن. ليش رايت فينتريكولار دايليتيشن؟ لان الدم شوف، لان عندي الدم وين راح يجمع لي؟ شوف هسه خليني ارسم، هذا عندي الرايت، خليه بدون رسم، هنا عندي هذا عندي مرسوم، شوف عندي هذا الرايت فينتركل، تمام، وهذا عندي الرايت اتريوم، تمام، فالدم جاي يدخل هنا ويصير ارتجاع، يعني هو جاي يضخ، جاي يضخه، بس شنو جاي يجي دم هنا ايضا. فهنا على سبيل المثال هنا أسعاني مثلا عندي هنا 500، تمام، ضخت لي هنا 500، نزلت هنا 500، هذا ضخ لي 400 هنا، تمام، على البلمنري، وشنو عندي؟ و100 هنا رجعها، فهذه صارت 600، هذا 600 نزلت لي هنا، تمام، هذا الرايت فينتركل سوى ضخ لي 600، ضخ لي من 600 ضخ لي 500، ظل 100، ال 100 رجعها وين على الرايت اتريوم؟ صارت 700، يعني الحين 600 زائد 100 اللي راح ترجع زائد، فراح يصير عندي ايش قد؟ راح يصير عندي 700، تمام؟ وهكذا زاد الى ان صرت تضخم قوي بالقلب، يصير ضغط على القلب، فيصير بالبدايه يصير دايلتيشن ثم هايبرتروفي ثم ديسفنكشن ثم اسكيميا وانفاركشن، ويصير هارت رايت
رايت سايد هارت فيلر، تمام؟ متفقين؟ فراح يجمع الدم فيؤدي الى رايت فينتريكول دايلتيشن مثل ما قلت لك، لان راح يصير زياده بالدم. احنا اتفقنا هسه قبل شويه واتفقنا بالمحاضره بالمقدمه انه قلت لك انكريس فوليوم اوف بلاد، انكريس فوليوم اوف بلاد هذا يؤدي الى دايلتيشن، انكريس بريشر يؤدي الى هايبرتروفي. متفقين خلاص اوكي. كاوز اوف تريكاسبيد ريجورجيتيشن، انا عندي برايمري وعندي سيكندري. عند البرايمري ريوماتيك فيفر، كارسينوس سيندروم، انفكتيف اندوكاردايتس، ابشتاين كونجنيتال انومالي. إذن ريوماتيك فيفر، كارسينوس سيندروم، ريوماتيك فيفر، كارسينوس سيندروم، انفكتيف اندوكاردايتس، ابشتاين كونجنيتال انومالي. ريوماتيك فيفر، كارسينوس سيندروم، انفكتيف اندوكاردايتس، ابشتاين كونجنيتال انومالي. اما بالنسبه للسيكندري طلاب، فهي عندي رايت فنتركولار فيلر، رايت فنتركولار انفاركشن، بلمنري هايبرتنشن، وايضا ذكرت لك بالملاحظه السابقه انه the most common cause of the tricuspid regurgitation is secondary to the right ventricular dilatation، secondary to the right ventricular dilatation. تمام، زين نجي للسيبتومز. السيبتومز والساينز، عندي low reduced cardiac output، تمام، ascites painful congestive hepatomegaly، وكذلك ايضا عندي راح يكون ادمه pansystolic murmur مثل ما اتفقنا ايضا بالمقدمه بالمحاضره المقدمه شرحتها بالتفصيل. قلت لك المايترا ريجوشتيشن تراكسبيد ريجوشتيشن بانسيستوليك مرمر، وايضا بانسيتايل ليفر، يعني تخلي ايدك على الليفر راح تحس انه بالنبض مع سيفيرال فانكشن تراكسبيد ريجوشتيشن از انيوبلاستي، يعني عمليه تجميل يعني، تمام، او فالف، يعني هذا انيوبلاستي شد تمام. شوف عمليه الشد هيك، شوف تخلي هنا شنو عندي، هنا يخلون فد مكينة او سيام، تمام، وبثم يعقدونهن، فبالتالي ينشد هيك، ينشد ونقلل من الريجورجيتيشن، او فالف ريبليسمنت بدلوا صمام في امان الله. زين سيفير تريكاسبيد ريجورجيتيشن اذا كان انترنسيك تريكاسبيد فالف ديزيز، فهذا لا تبديل، فالف ريبليسمنت، تمام، فالف ريبليسمنت. اخوان هذا مهم جدا، الاسباب ماله دائما يجي مسكوات، انا لذلك جاي اركز عليهم كلش، ومسوي لهم ملخص بالبدايه المحاضرات بالمحاضره سويت لها ملخص بمحاضره المقدمه، تمام. فعندنا بالنسبه للترايكاسبيد ريجورجيتيشن عندي الاسباب ماله، الاسباب ماله شنو؟ البرايمري تقول لي والسيكندري. زين تعال على البرايمري اللي هي الخلل بالصمام نفسه، عندي ريوماتيك فيفر، كارسينوس سيندروم، انفكتيف اندوكاردايتس، وابشتاين كونجنتال انومالي، تمام. تعالي للسيكندري، عندي رايت فنتركولار فيلر، رايت فنتركولار انفاركشن، بلمنري هايبرتنشن، وها هي مثل ما ذكرت لك، رايت فنتركولار فيلر، رايت فنتركولار انفاركشن، رايت فنتركولار فيلر، رايت فنتركولار انفاركشن، بلمنري هايبرتنشن، رايت فنتركولار فيلر، رايت فنتركولار فيلر، رايت فنتركولار انفاركشن، رايت فنتركولار انفاركشن، بلمنري هايبرتنشن، The most common cause of the tricuspid regurgitation is secondary to the right ventricular dilatation. زين. نجي للبلمنري ستينوسيس. البلمنري ستينوسيس عندي congenital وعندي acquired. congenital يعني انت تجي على الدنيا عندك هذا السوالف. او acquired يعني انت عايش طبيعي ومو congenital فتكتسب هذا الشغلات. زين. ال congenital اللي هي مثلا عندي فالوتس تترولوجي او congenital روبيلا سيندروم. والاكواير شيء مكتسب، انت شيء تكتسبه يعني اثناء حياتك، فعندنا ايضا اسباب لها وهي روماتيك فيفر كارسينوس سيندروم. اما بالنسبه لل البلمونري ريجورجيتيشن فهي عندي سبب واحد وهو الاهم والاكثر يعني الكومون، هي بلمونري هايبرتنشن، تمام، بلمونري هايبرتنشن. اذا عندي البلمونري ستينوسيس اخوان، عندي congenital وacquired. نقول لك pulmonary stenosis causes، تقول لي تمام، عندي congenital وعندي acquired. congenital شنو؟ فالوت تترولوجي، congenital rubella syndrome. الacquired شنو؟ rheumatic fever calcium syndrome. ونجي لتريكاسبيد ريجورجيتيشن او عفوا pulmonary regurgitation. pulmonary regurgitation شنو the most common cause of the pulmonary regurgitation؟ pulmonary hypertension. إذن احنا حتى ما نطول وياكم، عندي بولمنري ستينوسس وبولمنري ريجورجيتيشن. الستينوسس تضيق بالصمام الرئوي، وبولمنري ريجورجيتيشن ارتجاع بالصمام الرئوي. زين
طب ماني ستينوسيس عندي كونجينيتال وعندي اكوايرد. كونجينيتال واكوايرد زين. نجي للكونجينيتال، نجي لشنو؟ نجي لشنو للكونجينيتال؟ عندي اولا فالو تيترولوجي كونجينيتال روبيلا سيندروم. ثانيا الاكوايرد، الاكوايرد شنو عندي؟ واحد اثنين. اكوايرد شنو عندي؟ واحد اثنين. زين شنو الواحد وشنو الاثنين؟ واحد اثنين مثل ما ذكرت لك الريوماتيك فيبر كارسينوس سيندروم. اما بالنسبه للبلمونري ريجورجيتيشن فهي عندي البلمونري هايبرتنشن. تمام خلاص زين. بالموناري ستينوسيس نبتدي بالموناري ستينوسيس، ومثل ما ذكرت لك انه عندي كونجينيتال وعندي اكوايرد. الكونجينيتال عندي فالو تيترولوجي وكونجينيتال روبيلا سيندروم، الاكوايرد عندي ريوماتيك فيبر كارسينوس سيندروم. تمام اما بالنسبه لل بالموناري ريجورجيتيشن عندي ذا موست كومن كاز اوف ذا بالموناري ريجورجيتيشن عندي البالموناري هايبرتنشن مثل ما ذكرت لك هنا بالموناري هايبرتنشن. زين الموست كومن دي تو كونجنتال مال فورميشن الانفكتيف اندوكارديتيس از ريسك اند رايت فينتريكولار فيلر از ذا موست كومن كاز اوف ذا ديث كارسينويد بلاكس مي لي تو كونستراكشن اوف ذا بالموناري فالف رينج. زين اثناء يقول لك يعني اثناء الفحص اثناء الاكزامينيشن اثناء الاكزامينيشن راح نكتشف ايجكشن سيستوليك مرمر. تمام ايجكشن سيستوليك مرمر او هي نعم ايجكشن سيستوليك مرمر. تمام او هي سيستوليك ايجكشن مرمر. تمام سيستوليك ايجكشن مرمر و راح ايضا نشوف انه وايت سبليتنج عندنا وشرحتها بالمحاضره المقدمه اذا ترجع عليها شوف شنو الوايت سبليتنج وهذه يعني انا ما راح اشرحها هنا لانه بشرحها بمحاضره المقدمه ويا ريت انه تروح ترجع عليها مثل ما ذكرت لك انه بعنوان البيسك انفورميشن اباوت فالفيولر هارت ديزيز. كلش تستفاد من هاي المحاضره كلش تستفاد يعني هاي المحاضره مقدمه. زين فالوايد سبليتنج انه يكون عندنا وايد سبليتنج يعني شلون يعني اني هسه مثلا احنا قلنا ثلاث انواع من السبليتنج عندي نورمال فيسيولوجيكال سبليتنج وعندي وايد سبليتنج وعندي ريفرس سبليتنج. فالوايد سبليتنج انه يكون عندي القلب ينملي. تمام عندنا بالمونستينوسس تضيق فبالتالي يتاخر حتى ينسد البلمونري فبالتالي الاي 2 تغلب لي البي 2. تمام الاي 2 تغلب لي البي 2 بمسافه فبالتالي عند هنا بالبلمونري ستينوسس انه عندنا البي 2 راح يتاخر عن الاي 2 كذلك ايضا عندي السيفير بلمونري ستينوسس كاركترايزد باي طبعا هنا ان اوديبل بالمونري كلوجر ساوند بي 2 يعني السوفت راح يكون عندنا مثل ما ذكرت لك بالبالمونري ستينوس بالمونري ريجورجيتيشن واورتيك ستينوس اورتيك ريجورجيتيشن راح يكون عندنا اس 2 سوفت بينما ام تي كول لود في حاله البالمونري هايبرتنشن والسيستميك هايبرتنشن راح يكون لود راح يكون اس 2 لود. تمام في شنو في البالمونري هايبرتنشن سيستميك هايبرتنشن. زين increase right ventricular heave. تمام او احنا نسميها parasternal heave. تمام parasternal heave. زين parasternal heave يعني شنو هذا parasternal heave؟ ليش شنو سببها؟ due to right ventricular hypertrophy. ماشي اما الابيكال هيف due to left ventricular hypertrophy. ماشي زين البلمونري ريجورجيتيشن ايضا عندنا انه بلمونري ارتري دايليتيشن due to pulmonary hypertension. كذلك ايضا عندنا راح نشوف انه بالريجورجيتيشن early diastolic murmur او بالبلمونري ريجورجيتيشن وكذلك ايضا بشنو بالاورتيك ريجورجيتيشن يسمونها جراهام ستيل مرمر. تمام يسمونها جراهام ستيل مرمر early diastolic بالاورتيك ريجورجيتيشن وبالبلمونري ريجورجيتيشن يسمونها جراهام ستيل مرمر او يسمونها
early diastolic murmur. Early diastolic murmur. تمام؟ زين. بروستاتيك فالفز عندي هنا الميكانيكال، عندي نوعين من الفالفات. هنا نجي الفالفات، نوعين من الفالفات ميكانيكال وبيولوجيكال. البيولوجيكال هو اما انه مال انسان متبرع يعني ميت، او حيوان مثلا عندنا الخنزير او القرده زين يشدون مصمم، او ميكانيكال يعني مصنع. زين زين. الميكانيكال دائما انه ينتج صوت، صوت يسمونه كليكس. زين. بينما البيك او اللوغرافت يكون النورمال هارد صوت، يعني صوت طب ما بيها صوت يعني. تمام زين. كذلك ايضا بالميكانيكال فالف لازم يخليه لونج تيل انتي كواجوليشن. زين. مثلا عند الوارفارين ليش؟ لانه يكون عرضه او هو مكان للتخثر. فبالتالي ايضا يكون لك معلومه انه اذا كان عنده ان اوديبل يعني ما مسموع هذا الصوت الكليكس، فمعناها انه عنده الفالف مال فانكشنز يعني ما جاي يشتغل او عطل، صار فيه عطل. زين. البيولوجيكال فالف، البيولوجيكال فالف من مميزاته انه ما يحتاج لونج تيرم انتي كواجوليشن، ما يحتاج يعني ما راح يسبب تخثر مثل او يكون مكان لتجمع الخثره في مثل عندنا الميكانيكال. فلذلك بالميكانيكال راح نحتاج الى لونج تيرم انتي كواجوليشن، بينما بالبيولوجيكال لا ما نحتاج. زين. نوت ريكواير انتي كواجولنتس. زين. البيولوجيكال فالف، البيولوجيكال فالف يكون لس ديوريبل، يعني البيولوجيكال فالف اقل متانه مو مثل الميكانيكال حديد ميكانيكال. زين. فما يعني شوي يكون اقوى متانه، فلذلك البيولوجيكال فالف كل 7 سنين لازم نبدله. زين. كذلك ايضا عنده يكون هو اكثر بالبيولوجيكال فالف مثل ما ذكرت لك هسه قبل شويه، انه بالاورتك بوزيشن وبالاولدر بيشنتس. لما يقول لك اورتك بوزيشن واولدر بيشنتس او خصوصا اوفر 65 ايرز فنخلي له بيولوجيكال فالف هو الافضل. تمام. اذا بالاورتك بوزيشن اولدر بيشنتس اوفر 65 ايرز، over 65 years شنو خلي له؟ شنو خلي له؟ biological valve. biological valve. تمام. زين. بالنسبة عندنا أيضا عندنا بال ميتا النوبات يقول لك بالميتاليك valves. بالميتاليك valves النوبات هذا شوف هذا الزجزاج يتكسر. تمام. نتيجة الستركت فراكتشر. زين. أيضا يكون بالنسبة للميكانيكال، عن لما اجي احكي لك عن الميكانيكال انه يكون ممكن ايضا يكون ثرومبس. تمام. او البيولوجيكال ايضا ممكن يكون ثرومبس لكن قليل جدا، بس الميكانيكال اكثر. زين. البيولوجيكال فالف ايضا مثل ما ذكرت لك انه يحتاج تبديل كل 7 سنوات. زين. تبديل كل 7 سنوات، كل 7 إلى 10 سنوات يحتاج له انه نبدله. وكذلك ايضا مثل ما ذكرت لكم انه بالبيولوجيكال بالاورتك بوزيشن بشنو؟ بالاورتك بوزيشن. زين. اورتك بوزيشن اولدر بيشنتس، اورتك بوزيشن اولدر بيشنتس اوفر 65 ايرز، اورتك بوزيشن اولدر بيشنتس، اورتك بوزيشن اولدر بيشنتس اوفر 65 ايرز نخلي له شنو؟ نخلي له بايولوجيكال فالف، وهذا كلش مهم هاي المعلومه. زين. فطلاب هيك يكون كملنا المحاضره الرابعه، وهي بعنوان كانت بعنوان الاورتك ريجورجيتيشن، واخذنا بها ايضا البايكاسبيد اورتيك فالف، واخذنا ايضا بها الترايكاسبيد ستينوسيس، ترايكاسبيد ريجورجيتيشن، بالمنري ستينوسيس، بالمنري ريجورجيتيشن، واخذنا بها الميكانيكال فالف. كانت شويه محاضره اطول من بقيه المحاضرات ممكن، بس هي ما شرحت لك اياها بالمضمون وبابسط الطرق، وان شاء الله اتمنى وصلت الفكره ووصلت الافكار ان شاء الله بشكل كامل، ونلتقيكم ان شاء الله بالمحاضره الخامسه، وان شاء الله راح تكون بعنوان الميترال فالف برولابس، ميترال فالف برولابس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.